شعورك ايه يا محمود اول ما مضي؟ انا هرجع شويه قبل ما تمضي ومضيت امتى والكلام ده كله، ولكن الاول عايز اعرف شعورك لما مضيت في النادي الاهلي ودخلت الاول مره في حياتك النادي الاهلي وشفت اللي انت شفته النهارده والصور اللي احنا جبناها لك. يمكن يا كابتن الموضوع بدا من وقت طويل جدا. خلينا نتكلم في الاول عن الموضوع، هنرجع له هنتكلم فيه كتير جدا النهارده والناس مستنيه منك كتير يعني النهارده، ولكن احساسك وشعورك النهارده كان ايه؟ هو كان الاحساس يا كابتن يعني حاجه خدت وقت طويل قوي، بس انا كان عندي ثقه ان هي في وقت من الاوقات هتتحقق، ودي ثقه في ربنا سبحانه وتعالى. ان انا في وقت من الاوقات كنت بجتهد وبتعب علشان اوصل لهدف معين، طبعا مش هو يعني طموحي طبعا ما يخلصش، لكن كان هدف من اهدافي ان انا اوصل لحاجه الناس كانت دايما بترددها، وان محمود متولي يكون في الاهلي، ودي كلام سمعته كتير لحد الحمد لله ما حصل الحاجه اللي انا كنت في وقت من الاوقات ما كنتش مصدق ان هي حصلت من كتر الكلام اللي سمعته. يعني انا كنت اوقات يا كابتن كنت ببقى قاعد في بيت بتمرن في الجيم، بتمرن مع فرقتي، بسمع كلام من كل الناس ان انت خلاص رحت. فهو كان كل الناس عارفه كل حاجه الا انا كابتن. اه ده الطبيعي عندنا 100 مليون الحقيقه. بالظبط. فطبعا احساس مختلف تماما، الاول يعني راحه نفسيه، وتاني حاجه شوية ذهول ان الموضوع الحمد لله خلاص أخيراً. تم يعني. الحمد لله. ده اول كان ليك اول مرة النهاردة في النادي، دخولك النهاردة كان لأول مرة. أوه.